يقول أعاني من مرض الربو، وقد أستعمل البخاخ في نهاري يوم الصيام وفيه بودرة، أشعر بطعمه أحيانا، فهل علي شيء؟ وهل صومي صحيح؟ لا تأخذه إلا عند الضرورة، عند الضرورة تأخذه وتقضي هذا اليوم لأنك مريض، والمريض يجوز أن يفطر ويتناول الدواء ويقضي، إلا إذا كان يستطيع أن يؤخر العلاج أو البخاخ إلى الليل إنه يؤخره، أما إذا كان ما يستطيع فإنه يتناوله ويعتبر مفطرا للمرض فيقضي هذا اليوم. نعم.